بعد كأس الأمم الأفريقية، هل وصلتك عروض ولا أنت مستمر مع رايو فايكانو؟ الحقيقة حصل مع مدير أعمالي إن في بعض الكلام، إن في بعض الفرق طلبت انضمامي ليهم، ولكن أنا ما كنتش مركز في ده كويس جدا، وكنت بحاول على قد ما أقدر أقفل الصفحة دي مع مدير أعمالي عشان كنت عايز أركز أكتر في حياتي، وعايز أركز أكتر في الدوري الأسباني دلوقتي. ولكن طبعا جالي طبعا كذا كذا عروض، وإحنا يعني أنا بفكر فيها، وأقرب وقت هقعد مع مدير أعمالي وهنقعد نفكر في الوضع ونفكر في العروض ونشوف لو هل أنا هكمل في نفس الفريق اللي أنا موجود فيه حاليا ولا هنشوف حاجة تانية. عظيم. أسألك سؤال خيالي شوية، هل تتابع الدوري المصري؟ لو بتتابع الدوري المصري، هل تحب انك تلعب في الدوري المصري في المستقبل؟ ده سؤال صعب يا كريم، ولكن طبعا طبعا انا اسمع عن الدوري المصري كويس جدا، وانا تابعت بعض ماتشات الدوري المصري. في فريقين قويين جدا بدون ذكر اسماء، بس هم معروفين عالميا، وفي فريق كبير وهو لون التيشيرت بتاعه احمر، وفريق تاني مرسوم على اللوجو بتاعه اهرامات، فانا مش هقول اسماء، ولكن دي من الانديات اللي الواحد ممكن يلعب فيها، ولكن الاحمر دايما بيليق علي زي ما انا لابس دلوقتي، وافتكر ان انا ممكن لو فكرت ان انا العب في الدوري المصري هلعب بالتيشيرت الاحمر. طيب بص، هو الاحمر ده عشان تبقى عارف النادي الاهلي، الاهرامات ده نادي بيراميدز، فانت بتقول لي تحب تلعب مع الاهلي. بالطبع بالطبع بالطبع، يعني انا مش حابب ازعل اي حد مني، ولكن انا بكلمك دلوقتي بصفتي حد مش لعيب كرة. كل واحد ليه تفكيره، كل واحد ليه انتمائه الخاص بيه، ويعني مشيها ان انا بحب اللون الاحمر، مش هنقول اسماء. زي ما انت شايف، وانت تقدر برضو تقول ان الشكل الاحمر بيليق عليا اكتر. يعني انا عارف طبعا ان الفريق التاني اسمه ايه زي ما انت قلت لي، ولكن الفريق اللي مسمع جدا في مصر واللي انا اتمنى ان في يوم من الايام انضمامي ليه هو هيكون الفريق الاحمر. حلو. الفريق الاحمر ده اللي هو بين قوسين النادي الاهلي، انا بقول الاسم اهو، بين قوسين النادي الاهلي، ارسل ليك عرض في الوقت الحالي، تحب تلعب معاه في الوقت الحالي؟ يعني تلعب معاه مثلا بنهايه الموسم لو ارسل لك عرض، ولا انت شايف انه ده ممكن يحصل في مستقبل بعيد مش مستقبل قريب؟ الحقيقة يعني هو الوضع برضو مختلف، بس أنا أتمنى أكون في مصر في أقرب وقت، لأن برضو هيبقى ليا خبرة كويسة جدا. المنتخبات المصرية بتقدم لعيبة محترمة، وأي لعيب بيتمنى أنه هو يضيف في السي في بتاعه حاجات مختلفة، وطبعا أن أنا أعيش في مصر دي حاجة كبيرة جدا، مش بس أن أنا انضم لفريق مصري، إحنا بنتكلم عن مصر، فده حلم اي حد في الزياره. فمتخيل بقى ان انا كمان العب هناك، يعني في الفريق اللي انا بتمناه. عظيم جدا. طيب.